السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه Generated Photos، دي مثلا الأوجه. فأنا بقول له بقى أنا عايز كل الأوجه، أو عايز، هو بيبدأ ينشئ هو الوجوه ديت. ممكن أقول له إيه، أنا عايز الفرونت فيسز، عايز الليفت فيسز، أبلاي. فهو بيروح مفلتر كل الصور بالشكل دوت. طيب أنا عايز مثلا الرجالة بس، تمام. طب أنا عايز العمر مثلا أطفال. طب أنا عايز لاتينو. طيب خلينا نشوف الآسيويين. طب كويس إن هما كتار. طب وايت. طيب عايزين العيون مثلا جراي. طيب انا عايز مثلا للشعر مفيش غير براوين. ايموشن. فهتقدر ان انت تختار الصورة اللي انت عايزها من قلب الصور دي. ده كل ده بالذكاء الاصطناعي، مش حاجة ثابتة. ممكن تقول له انا عايز اكون صورة، وتبدأ بقى تقول له انا عايز حد اخليه زعلان، عايز اخليه هابي، والراجل كده كده سعيد، يعني مش محتاج ان احنا نغير فيه. ماشي، دي مش صورة حقيقية، ده انت بتكون الصورة. تبدأ تغير وتكون صور ما كانتش موجودة قبل كده.